طبعا بالتأكيد يمكن تشخيص الطفل باضطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه في بعض الحالات في سن ما قبل المدرسة. ولو نلاحظ أنه في الدليل الإجرائي لتشخيص الفرط الحركة الخامس من الدليل الإجرائي الأمريكي لا يشير إلى عمر معين للتشخيص، فتشخيصه فيما قبل المدرسة وارد جدا. لكن إذا كان التشخيص في سن مبكرة، دعنا نتحدث عن 2 أو 3 أو 4، هذه في غالب الحالات يكون في سبب، فيه سبب آخر غير فرط الحركة. قد يكون هناك مرض عضوي أدى إلى زيادة في الحركة وأدى إلى مشاكل في الانتباه، فيجب التركيز على المسببات العضوية في سن ما قبل المدرسة. وهذا طبعا، لكن كتشخيص كامل نحتاج إلى أكثر من بيئة من أجل تشخيص الطفل.